يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم غاية في الأهمية، عندنا مواضيع كتير جدا هنتابع فيها بعض الأمور مع حضراتكم، سواء على الصعيد المحلي العالمي وكمان فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وتحديدا الفريق الأول لكرة القدم واستعداده لمباراة الغد أمام حرس الحدود. تفاصيل كتير جدا هتكون على مدار حلقة اليوم بإذن الله تعالى. لكن في البداية دايما بيكون في سؤال للحلقة النهاردة. سؤال الحلقة: إيه توقعاتك ل تشكيل الاهلي بكره باذن الله تعالى في مباراه الحرس، في هذه المباراه اللي هامه جدا؟ تواصلوا معنا من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وانستجرام، وهنشوف تفاعلات حضراتكم وتوقعاتكم مع نهايه حلقه اليوم. في البدايه خلينا نشوف ترندات النهارده، يلا بينا. في ترند الاهلي: الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه الحدود. في الترند المحلي: كاف يستنكر اختفاء كؤوس افريقيا. اما في الترند العالمي: جماهير برشلونه تدعم ميسي. طيب، امبارح من بالليل كده الدنيا برضو، انتوا عارفين التركيز الفتره دي مع النادي الاهلي كتير شويه على كل الاصعده في الحياه، اداريا وفنيا وفي صعيد الجهاز الفني الاداري كمان في النادي الاهلي، يعني الناس مركزه شويه. فالمره دي التركيز مع مين؟ مع كهربا. واضح ان في البعض استشعر الخطوره من عوده اللاعب بعد مباراه حرس الحدود ومدى الاضافه اللي ممكن يضيفها الفريق النادي الاهلي، والناس مش هدفها كده، مش عايزين الاهلي يبقى كويس، مش عايزين الاهلي يبقى مستقر، ده هدف اساسي عند ناس كتير جدا، واعتقد حضراتكم لامسين قوي الموضوع ده يعني. فقال لك ايه؟ قال لك امبارح في فيديو لكهربا في خناقه، ويعني بيحاولوا يشوشوا على عوده اللاعب او بيحاولوا ياثروا عليه او حتى ياثروا على الجهاز الفني للنادي الاهلي، ويبقى في كلام كتير جدا على يعني قرار ممكن يبقى من النادي الاهلي بضروره عدم مشاركه كهربا خلال الفتره اللي جايه، والكلام كان في الاتجاه ده. فاكيد حضراتكم تابعتوا القصه دي على السوشيال ميديا تحديدا، واحنا بنتابع كمان مع حضراتكم. فبالتالي حقيقه الموقف ايه؟ ان ده كان فيديو قديم والموضوع كان من زمان، ومفيش اي يعني لازمه خالص لانك تطلع فيديو زي ده دلوقتي. اللازمه بالنسبه لك ايه؟ انك عايز تاثر على النادي الاهلي بشكل او باخر. لكن كل اللي بيحصل ده مش هياثر خالص، سواء على كهربا ولا حتى على الجهاز الفني للنادي الاهلي. انا عايز اطمن حضرتك، الموضوع ماشي في اتجاه جيد جدا بالنسبه للاعب. اللاعب طبعا كان عليه عقوبه ماديه كبيره جدا تم الاعلان عنها من قبل النادي الاهلي، والقصه اتقفلت وخلصت، واللاعب اصدر فيديو اعتذار لزملائه وكلام من ده، والقصه دي خلصت تماما. وقلت لحضراتكم امبارح موقف الجهاز الفني من اللاعب ان هو بمجرد ما انتهاء مباراه حرس الحدود هيكون متاح بالنسبه لهم، مفيش اي عقوبات من قبل الجهاز الفني على محمود عبد المنعم كهرب، فاللاعب موجود. الجهاز الفني مركز جدا على كيفيه اعداد اللاعب بدايه من مباراه الاسماعيلي المقبله باذن الله تعالى. الكل مركز، الولد بيشتغل بشكل كويس جدا في التدريبات اللي بيستعد من خلالها للعوده. فاللي عندهم اهداف في التاثير السلبي على اللاعب او على النادي الاهلي، لا انسوا الموضوع ده، ما تحاولوش يعني، ما تحاولوش خالص، لان اللاعب ملتزم جدا خلال الفتره الحاليه ومركز قوي في كيفيه الاضافه لصفوف فريق النادي الاهلي بعد عودته. الجهاز الفني كمان مركز معاه بشكل كويس جدا، ومع اللعيبه بشكل عام بالمناسبه، مش كهربا بس. لكن بما انه عنصر هيكون اضافه انت بتستعيده بعد فتره ايقاف بالنسبه له بعد احداث مباراه السوبر، فالكل مركز على كده. لا احنا بقى مش عايزين ايه؟ كهربا يرجع، نخلق له اي مشاكل، نشتت تركيزه، نشتت تركيز اللاعبين، نشتت تركيز الجهاز الفني. الكلام ده يا جماعه مش هيحصل، وما تحاولوش في الاتجاه ده خالص. الامور ماشيه بشكل طبيعي، والفيديوهات اللي بتطلع دي او كلام من ده حتى لو فيديوهات قديمه، يعني خلاص احنا دلوقتي فتره حاليه الكل مركز فيها على كيفيه حسم التحديات، بدايه بالتحدي المحلي اللي ان شاء الله الاهلي قاب قوسين او ادنى من حسمه نهائيا، وكمان التحدي الاهم والاصعب بكل تاكيد هو التحدي الافريقي. كل العناصر اللي موجوده واللي هترجع للفريق ان شاء الله خلال الفتره الجايه يقدروا يحققوا الهدف ده. ده بخصوص موضوع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي، وباكد على حضراتكم تاني وزي ما اكدنا امبارح، اللاعب متاح باذن الله بعد انتهاء مباراه الغد. بالنسبه للجهاز الفني مفيش اي عقوبات اضافيه، بخلاف العقوبه اللي وقعها النادي الاهلي على اللاعب بعد المشكله اللي حصلت، مشكله عابره أخيرة. نركز في اللي جاي، ومركزين مع فرقتنا وعلى كيفية تدعيم النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية.
ده بخصوص محمود عبد المنعم كهرباء. عايز اقول لحضراتكم برضو خبر مهم، واحنا كل ده طبعا بنتكلم في فقره ترند، الترند اللي لسه هختمها بمعلومه كمان مهمه جدا، لكن بكره او القائمه اللي هتطلع النهارده مش هيكون متواجد فيها صالح جمعه، هيستمر غياب صالح جمعه عن قائمه النادي الاهلي. الاسباب ايه برضو عشان الامور تبقى واضحه؟ الاسباب هو تجهيز اللاعب بدنيا وفنيا عشان وقت ما يشارك يكون لائق للمشاركه، يكون اضافه للفريق بالشكل اللي يراه الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر. هل في موقف متاخد من فايلر تجاه صالح؟ لا خالص، بالعكس الراجل مقتنع بامكانياته الفنيه المميزه قوي، هو بس عايز ايه؟ عايزه يبقى لائق بدنيا وفنيا. يعني الوزن يقل شويه، يبقى اللياقه البدنيه عنده مناسبه انه يشارك، الكلام من ده. بيشتغلوا على كده خلال المرحله دي. بمجرد جاهزيته هيكون متواجد في قائمه النادي الاهلي، لكن طبعا القائمه اللي هيتم الاعلان عنها بعد ساعات قليله جدا او ساعه من دلوقتي تحديدا مش هيكون متواجد فيها صالح جمعه لاعب النادي الاهلي. صالح هيرجع ان شاء الله في القائمه لما يجهز مع محمود عبد المنعم كهربا، مع عوده حسين شحات اللي اقتربت جدا، مع عوده عمرو سوليه باذن الله. كل الامور دي هتكون اضافه كبيره للنادي الاهلي في كل ما هو قادم بالنسبه للفريق. طيب الخبر المهم ده بقى بالنسبه لنا ولازم نتكلم فيه مع حضراتكم، هو بخصوص اللجنه الخماسيه الاتحاد المصري لكره القدم وخطاب الاتحاد الدولي اللي تم ارساله للجنه الخماسيه في ساعات سابقه من دلوقتي، والكلام كان ببساطه عن ايه؟ الناس بيقولوا لهم، بيقولوا للجنه الخماسيه يا جماعه احنا جبناكم عشان تحققوا اهداف معينه، الاهداف دي انتوا لسه ما حققتوهاش، احنا اقصى فترة ممكن نعين فيها لجنة لإدارة أي اتحاد أهلي بيكون 6 شهور، احنا مدينا ال6 شهور دول إن هم يبقى سنة، وده طبقا لظروف طبعا كوفيد 19 وطبعا الكورونا والكلام من ده، فكنا مضطرين إن احنا نعمل كده، ومستنيين منكم إن انتوا تحققوا الأهداف اللي احنا طلبناها من حضراتكم. طيب إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية؟ احنا عايزينكم، ده كلام طبعا الاتحاد الدولي في خطابه اللي تم إرساله ليه الاتحاد المصري لكرة القدم او للجنة الخماسية. الفترة الجاية احنا بنطلب منكم ان انتوا طبعا الفترة بتاعتكم كانت المفروض تخلص يوم 31/7، احنا عايزين ان انتوا خلاص تحسموا وتدعوا للانتخابات يوم 30/11 من العام الجاري. ده طبعا الخطاب اللي تم ارساله من الاتحاد الدولي في ساعات سابقة من الان. يعني احنا اقصى مدة خلاص احنا مدينا لكم 4 شهور كمان بخلاف السنة اللي هي المفروض انتهت يوم 31/7، احنا مدينا لكم 4 شهور، بس انتوا بعد ال4 شهور مش هينفع تكملوا، لازم تدعوا لجمعيه عموميه. فطلبات بالنسبه لنا محدده المفروض ان انتوا تنفذوها. رقم واحد ان انتوا تخلصوا موضوع اللائحه الخاصه باتحاد مصر كره القدم، اللائحه الجديده، وتعملوا جمعيه عموميه عشان تقفلوا الملف ده. رقم اثنين، دي اهم وابرز الطلبات يعني اللي تم ارسالها في الخطاب، ان انتوا تدعوا للانتخابات ويكون في مجلس اداره بعد 30/11، مجلس اداره جديد منتخب بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم. وبيأكدوا على الاتحاد المصري لكره القدم واللجنه الخماسيه في خطابهم اللي هو يا جماعه احنا راجعنا كل اللوائح والقوانين، واستشرنا كمان اللجنه الاولمبيه الدوليه. راجعنا لائحه او اللوائح والقوانين الخاصه بالرياضه المصريه، قانون الرياضه المصري، وراجعنا اللوائح الخاصه باللجنه الاولمبيه المصريه بعد استشاره كمان اللجنه الاولمبيه الدوليه، وكل ده يا جماعه مبين لنا ان مفيش اي عائق اطلاقا لاجراء انتخابات. وفي بقى اكتر من كده اللي هو ايه؟ ان الانتخابات اللي هتحصل مفيش اي مانع كمان ان هي تبقى لمده 4 سنين، انتوا عارفين ان قبل كده كان الموضوع مرتبط انك هتعمل انتخابات سنه لغايه لما دوره الالعاب الاولمبيه تخلص عشان يبقى زيك زي كل الاتحادات الاهليه في كل حته في كل الالعاب المختلفه، تعمل انتخابات جديده لمده 4 سنين، لكن هم بعد استشاره اللجنه الاولمبيه الدوليه وده كلامهم في الخطاب، احنا مفيش اي مشكله خالص ان انتوا تدعوا للانتخابات لمده 4 سنين بدايه من يوم 30/11. القصه دي عادي خالص. طيب قالوا لهم بقى ايه في الاخر كمان؟ لو الكلام ده ما اتنفذش هيبقى فيه عقوبات. هيبقى فيه عقوبات. لو انتوا ما نفذتوش الاهداف اللي احنا محددينها لكم كلجنه خماسيه بتدير الكره المصريه لفتره مؤقته هيبقى فيه العقوبات. ممكن البعض دلوقتي يقول لك طب العقوبات دي هتكون عباره عن ايه؟ العقوبات مالهاش اي علاقه بالرياضه المصريه. العقوبات هتكون على الاشخاص المتواجدين في اللجنه الخماسيه. وبالمناسبة واحنا يعني كنا اتكلمنا في اولى حلقات تقريبا الترند يعني فترة سابقة، قلنا ان في بعض الاعضاء المتواجدين في اللجنة الخماسية لكرة القدم عندهم رغبة ان هم يكملوا خلال الفترة الجاية، فالاتحاد الدولي لكرة القدم حسم الامر ده تماما، ما حدش هيكون متواجد، ما فيش اي مخرج
لوائحي او قانوني ان انتوا يديكوا الاحقيه ان انتوا تبقوا متواجدين الفتره اللي جايه، فانتوا يا جماعه مدتكم هتخلص يوم 30، ما نفذتوش الكلام ده هيبقى عقوبات عليكم انتوا كاشخاص. الرياضه المصريه ملهاش اي دعوه بالقصه دي. ده كل اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه بخصوص الجزئيه دي تحديدا، وخطاب الاتحاد الدولي لكره القدم بالنسبه للجنه الخماسيه المصريه. الاهداف دي تتحقق خلال الفتره الجايه، وابرز هدف هو الدعوه للانتخابات وعقد جمعية عمومية إن شاء الله بإذن الله مع نهاية شهر 11، عشان يكون في اتحاد مصري لكرة القدم، اتحاد جديد يقدر ينجح في شؤون إدارة الكرة المصرية. ده بخصوص فقرة ترند الترند. طيب امبارح طبعا كان في الحفلة بتاعت قرعة كأس العالم لكرة اليد في سفح الأهرامات، حاجة يعني لازم نتطرق ليها بصراحة، لأن الإشادة كل الإشادة لازم تبقى موجودة بالمنظر الحضاري اللي احنا شفناه بالشكل الجميل واللي احنا متعودين عليه في أي محفل نظم في مصر على مدار الكام سنة اللي فاتوا، آخر سنتين تحديدا 19 و20، سواء بقى كأس الأمم الأفريقية للكبار للشباب. عندك كمان القرعه دي حاجه كويسه ومبشره جدا لبطوله هتكون ممتازه لاول مره بطوله ب 32 منتخب منهم مصر متواجدين والكل جاهز، ومصر وضحت قد ايه وبان جدا جدا مدى جاهزيتها لاستضافه هذه البطوله حتى في ظل الظروف الحاليه اللي بتتمثل في كورونا وكل الكلام من ده. مصر مستعده، هي دي بلدنا يا جماعه اللي دايما دايما بتفرحنا، وبنبقى مبسوطين جدا لما بنشوف الشكل اللي احنا شفناه امبارح ده. نتمنى كل التوفيق باذن الله للجنه المنظمه للبطوله، نتمنى ان الشكل يبقى افضل كمان لما البطوله تبتدي في شهر يناير. نتمنى كمان كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكره اليد اللي بيضم عناصر مميزه جدا، ان شاء الله باذن الله يقدروا ان هم ينافسوا على البطوله بشكل كبير قوي. فواجب الاشاده في الحقيقه بالمظهر الجميل اللي شفناه امبارح. دي كانت بعض الامور في فقره ترند الترند اتكلمنا فيها مع حضراتكم. سريعا هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقه الترند النهارده. استنوا، اهلا بحضراتكم من جديد. فاكرين ايفان بيبك الحكم اللي ادار مباراه الاهلي والزمالك الاخيره اللي انتهت بفوز نادي الزمالك، واللي ادار كمان مباراه الاهلي وبيراميدز السنه اللي فاتت واللي انتهت بفوز بيراميدز، واللي كان ليه اخطاء تحكيميه كبيره جدا سواء في مباراه بيراميدز او مباراه الزمالك، منهم ضربتين جزاء مباراه الزمالك ضربه جزاء لوليد سليمان، مباراه بيراميدز ضربه جزاء لرمضان صبحي في التوقيت ده. الحكم ده ادار مباراه الاتحاد والنصر يوم الجمعه اللي فاتت في الدوري السعودي، وكان عنده اخطاء كارثيه، اخطاء تحكيميه كارثيه، في حاله من الانزعاج الكبير عند الاتحاد السعودي لكره القدم، واضح جدا ان هم هيدرجوه في القائمه السوداء للحكام بالنسبة للاتحاد السعودي، وفي أزمة كبيرة جدا بخصوص الموضوع ده، وهيتم استبعاده بشكل تام من إدارة أي مباريات في الدوري السعودي ده طبقا للتقارير اللي طالعة من هناك من السعودية بخصوص هذا الشأن، وبعد انتهاء مباراة النصر والاتحاد، وفي يعني حالة من الاستياء الشديدة عند جماهير الكرة السعودية على السوشيال ميديا هناك. الدنيا يعني مستائين جدا جدا من مستوى هذا الحكم، وخصوصا مش هي السابقة الأولى ومش الأخطاء الأولى اللي حصلت من خلاله. شفنا في الدوري السعودي وشفنا في الدوري المصري أخطاء في اتجاه النادي الأهلي كمان تحديدا كانت واضحة قوي، وكان في استغراب كبير جدا ساعتها واحنا اتكلمنا في الجزئية دي. يا جماعة حكم كان أدار مباراة السنة اللي فاتت للأهلي نفس الفريق مع بيراميدز وكان ليه أخطاء، أنت ليه جايبه تاني في مباراة مهمة زي مباراة الأهلي والزمالك؟ فشفنا برضو أخطاء غريبة وتعمد رغم الفار. كان في كرة وليد سليمان كان قال له تعالى عشان الكرة ضربة جزاء، راح وقعد اتفرج عليها وأصر على عدم احتساب ضربة الجزاء يعني. فكلها كانت دلائل يعني واضحة جدا بالنسبة لكل جمهور الكرة المصرية وكمان بالنسبة لجمهور الكرة السعودية بعد انتهاء مباراة الاتحاد والنصر. وهنشوف قرار الاتحاد السعودي هيكون ايه خلال الساعات القادمة بعد حالة الاستياء الكبيرة دي، كان لازم برضو ننوه للموضوع ده. طيب احنا عارفين الاهلي بكره عنده مباراه مهمه جدا مع حرس الحدود، الاستعداد النهارده كمان اخير من خلال مران في استاد مختار التتش. عايزين نقرب من المشهد بشكل اكبر ونطمن بشكل كامل على استعدادات النادي الاهلي لمباراه بكره باذن الله تعالى. علشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من خلال ملعب مختار التتش وخلال كمان التدريبات الحاليه اللي بتقام في هذه اللحظات. يا فاروق اهلا بيك، وايه الاخبار عندك؟ طمنا. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان.
اهلا بيك يا فاروق. ملامح المران ايه؟ ابرز الملامح النهارده. خليني في البدايه اقول لك يا امير، طبعا احنا داخلين على مرحله من اهم المراحل، مرحله حسم بطوله درع الدوري الممتاز. عندنا ثلاث مواجهات صعبه جدا ومهمه جدا، وبتبدا بغدا بمواجهه حرس الحدود، ثم الاسماعيلي، ثم الاتحاد السكندري. التركيز، الجديه شعار لعيبه النادي الاهلي. النهارده كان مران قوي من لعيبه النادي الاهلي قبل التوجه، يعني في الوقت اللي بكلمك فيه الفريق بيستعد ان شاء الله للتوجه والسفر الى مدينه الاسكندريه لمواجهه فريق حرس الحدود غدا باذن الله على استاد الماكس. زي ما قلنا المران انطلق يا امير في تمام الساعه الرابعه، كان في جزء الخاص بحراسه حراس المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير اللي ادوا تمرين اكثر من رائع وتمرين قوي جدا مع مستر ميكيلي يانكو مدرب حراس المرمى، ثم مستر فايلر والجهاز الفني. اختتم المران الرئيسي للفريق بتقسيمه ما بين الفرقتين في الملعب، ويعني واضح حاله الجديه اللي عند اللاعبين، وفي لعيبه بترجع يا امير. يعني انا عايز اقول لك برده من خلال قناه النادي الاهلي تقدر نطمن على حاله علي معلول، بيدخل خلاص ان شاء الله هيكون موجود في القايمه غدا بمشيئه الله. اجاي، يعني عايز اطمن برضو الجماهير على اجاي والفتره الاخيره ويعني مستوى اجاي. انا اقول لك النهارده اجاي كان واحد من اللاعبين اللي ادى مران اكثر من رائع، ايضا مران محسن، اليوباجي، قفشه. وقفشه مستر ريني فايلر اختص قفشه بحديث عقب انتهاء المران، يعني قدر يوضح، يعني انت عارف لغه الكوره ولغه الاشارات بتبان يا امير، كان بعض الامور والتعليمات لقفشه في الاختراق من العمق والتمرير الطولي، وان هو ينوع شويه من التمرير الطولي وما بين التمرير الطولي والتمرير العرضي. يعني تقدر تقول كانت جلسه ما بين فايلر وقفشه وبحضور الدكتور عمرو محب مترجم الفريق، يعني استمرت لاكثر من 10 دقائق. ثم اختتم المران بالتسديد على المرمى، كل اللاعبين ادت التسديد على المرمى، تالق فيها ياسر ابراهيم وتالق مران محسن وجونيور اجاي وبادجي وديانج وكل اللاعبين. اقدر من يعني امير اطمنك على حاله لعيبه النادي الاهلي. يعني لو جيت تتكلم ايضا يا امير على القايمه، تقدر تقول ان القايمه هيخرج منها بس محمود وحيد، وهينضم ليها علي معلول، نفس القايمه اللي الفريق خاض بيها اللقاء الاخير. لو هنتكلم بقى يا امير بعد كده، يعني صالح جمعه موجود ولا مش موجود؟ عشان ناكد على المعلومه دي، المعلومه اللي عندنا ان صالح مش موجود، اكد لنا على الجزئيه دي يا فاروق. بالفعل يا امير، صالح جمعه كان ادى مران خاص وبرنامج تاهيلي ما وضعه مستر ريني فايلر لصالح جمعه قبل المران الرئيسي للفريق النهارده. وصالح، يعني انا كان ليا حديث مع صالح، انا ملتزم بالكلام اللي بيقول لي عليه الكوتش ريني فايلر، وملتزم بالتعليمات اللي بيقول لي عليها. وانا يعني انا متشوق ان انا ارجع وعايز ارجع بالصوره. وهو الراجل يعني حتى يا امير عايز اقربك اكتر واقرب الجماهير، الراجل اتكلم مع صالح جمعه قال انا عايزك تطلع بالشكل وبالصوره اللي صالح نفسه يرضاها عن نفسه امام الجماهير. وان انا بقول لصالح، صالح انا انت واحد من اللعيبه، ويعني ده كان حديث ما بين فايلر وصالح جمعه، قال له صالح انت واحد من اللعيبه اللي انا نفسي ان انا عايز استفيد بيها، وانت عندك الامكانيات اللي انت تقدر تفيد النادي الاهلي وتفيد المنتخب المصري. فصالح جمعه النهارده ادى مران بالبرنامج التاهيلي للموضوع، وصالح ان شاء الله هيكون الفتره القادمه موجود مع النادي الاهلي، لكن هو امير خارج قائمه النادي الاهلي لهذا اللقاء. تمام. بالنسبه لكهربا يا فاروق، الشكل ازاي بخصوص يعني تجهيز اللاعب للمرحله اللي جايه ما بعد مباراه حرس الحدود، بعد ارتفاع او رفع الايقاف عنه يعني او انتهاء العقوبه بخصوصه، هل هيكون متاح بالنسبه للجهاز الفني؟ بيشتغل ازاي في التدريبات؟ اليات تجهيزه ازاي؟ بالنسبه لكهربا يا امير واليات تجهيزه، في برنامج مكثف موضوع لكهربا، خلاص زي ما انت عارف وزي ما انت قلت امير، خلاص بينتهي ايقاف كهربا مع لقاء الغد لقاء حرس الحدود. الجهاز الفني عامل برنامج مكثف لكهربا، وكهربا يعني ما كانش بعيد قوي عن الصوره خلال الفتره اللي فاتت يا امير، كان واحد من اللاعبين اللي بيأدي المران بشكل اكثر من رائع. تقدر تقول ان الجهاز الفني بيستعجل اكتر كهربا ان هو يكون جاهز خلال الفتره القادمه. كويس. البرنامج الموضوع من الجهاز الفني والمتابعه مع اخصائي الاحمال والدكاتره في النادي الاهلي لتجهيز كهربا، ان شاء الله يكون جاهز خلال المرحله القادمه، وتتبقى مشاركه كهربا تخضع للرؤيه الفنيه أكيد. لمستر ريني فايلر اكيد. طيب بخصوص محمد محمود وبخصوص حسين الشحات، ايه الجديد؟ وكمان عمرو السوليه عايزين نطمن عليه.
بالظبط يا امير، اطمنك يعني نقدر نقول مؤشرات ايجابيه جدا، يعني كان كلامنا مع الاجهزه مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي، المؤشر الطبي والايجابي للاعبين اكثر من رائع. يعني من الممكن يا امير وباكدها لك ان المده الزمنيه اللي كانت موضوعه من قبل هتبقى اقل بكتير جدا للاستجابه والالتزام اللي عند اللاعبين. النهارده حسين الشحات ومحمد محمود النهارده كان برنامج تاهيلي والموضوع مع يعني خلاص في المراحل الاخيره مع الدكتور محمد النجار النهارده، كانوا بيادوا البرنامج التاهيلي بالجري حول الملعب. تقدر تقول يا امير خلال اسبوع 10 ايام هيكونوا موجودين ان شاء الله في التدريب الجماعي مع الفريق. ايضا عمرو السليه النهارده كان موجود بيأدي ايضا بالجري الخفيف حول الملعب بعد ما ادى وخضع لجلسه في الجيم بتاع جيم النادي الاهلي. تقدر تقول ان اللعيبه مدى الاستجابه العضليه عند اللاعبين، مدى الالتزام من اللاعبين في تنفيذ البرنامج التاهيلي الموضوع، تقدر تقول ان هو اكثر من رائع، هيقلل بكتير جدا يا امير الفتره الزمنيه اللي كانت موضوعه مسبقا. بطمنك عليهم ان شاء الله يكونوا جاهزين مع النادي الاهلي، نتكلم ان شاء الله في خلال 10 ايام ان شاء الله يكونوا موجودين في ارض الملعب ويقدر يستفيد منهم فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد بمجرد خروج قائمه فريق النادي الاهلي مباراه الغد هنتواصل معاك تاني علشان نعرف قائمه الفريق للمباراه الهامه امام فريق حرس الحدود بكره في اطار السعي نحو الحفاظ على بطوله الدوري ويعني اخذ خطوه جديده في هذا المشوار، مشوار الحفاظ على اللقب الغالي بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. بمناسبه المصابين خلينا اقول لحضراتكم معلومه سريعا كده بخصوص كريم نيدفيد، لان ناس كتير جدا بتسال في الجزئيه دي، وانا كنت تواصلت يعني مع اللاعب اطمنت عليه بشكل كبير، ماشي في البرنامج التاهيلي الخاص بيه بشكل مميز، ما فيش اي الام بعد اخر جراحه هو اجراها من فتره كبيره، في متابعه دوريه مع الدكتور او طبيب الالماني اللي اجرى ليه الجراحه. المده الخاصه او المحدده بعوده كريم نيدفيد مش معروفه حتى الان، لكن انا هقول لحضراتكم الرينج ممكن يبقى يعني امتى، بعد قد ايه، هيكون بعد تقريبا شهرين، دي كنسبه مئويه، الموضوع مش اكيد او مش نهائي ان بعد شهرين ممكن يكون متواجد كريم نيدفيد، لكن المعطيات بتقول كده. اللاعب ماشي في برنامجه العلاجي بشكل ممتاز، وان شاء الله باذن الله يرجع ينضم كريم نيدفيد للاهلي بشكل جيد، لان هو لعيب ممتاز جدا في الحقيقه، هيكون اضافه بكل تاكيد لخط الوسط. طيب عندنا اخبار ترند الاهلي النهارده ومواضيع كتير جدا على السوشيال ميديا، كان ابرز هذه المواضيع من خلال الوطن سبورت على تويتر، واللي قالوا فيه ان 7 ايام تفصل عوده 3 مصابين الى تدريبات الاهلي، قصدهم طبعا على عمرو السليه وحسين الشحات ابرز المصابين والغائبين عن الفريق، واكيد ان شاء الله يكونوا متواجدين خلال الفتره الجايه، واكيد في لاعب كمان محمد محمود، قصدهم على محمد محمود. احنا عارفين محمد محمود كان رباط صليبي، الراجل طمن على نفسه بشكل كبير جدا بعد ما سافر المانيا ورجع، والامور بالنسبه له مطمئنه تماما، ايام قليله وانضم للتدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. حسين الشحات زي ما قال لنا فاروق كمان بعد ما اجرى جراحه الفتاء يعني خلاص قاب قوسين او ادنى من المشاركه في التدريبات الجماعيه، ونفس الحال بالنسبه لعمرو السوليه بعد المزق الخفيف اللي جاله في العضله الاماميه. طيب ده بخصوص الوطن سبورت والحساب الرسمي ليهم على تويتر. في ايضا خبر اخر بخصوص محمد محمود يعود الى القاهره بعد زياره سريعه لالمانيا، ده اتكلمنا فيه خلاص وقلنا ان اللاعب سافر المانيا واطمن من خلال الطبيب الالماني، والراجل اداله التصريح الطبي للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع الفريق بعد ايام قليله باذن الله تعالى. كمان الوطن سبورت حسابهم على فيسبوك عاملين احصائيه ما بين 2 من ابرز اللاعبين في الدوري المصري في الحقيقه، سواء حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي او طارق حامد لاعب نادي الزمالك، وعاملين مقارنه كده بالنسبه خصوصا ان هم يعني بيلعبوا في نفس المركز. حمدي فتحي لعب عدد مباريات اقل من طارق حامد، يعني لعب 12 مباراه في المقابل طارق حامد 26 مباراه، لكن حمدي فتحي احرز 4 اهداف، طارق حامد ولا هدف. حمدي فتحي صنع هدف وحيد، طارق حامد 2 وانذار 1 لحمدي و10 لطارق، وطرد 2 لطارق ولا طرد لحمدي فتحي. طبعا يعني مقارنه بسيطه، لكن في كل الاحوال 2 لاعبين تقال جدا مهمين لمنتخبنا الوطني الاول، ودي ابرز الامور والاهداف اللي اكيد بنركز عليها خلال الفتره اللي جايه. احنا يهمنا طبعا كمان حمدي فتحي يواصل تالقه خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي بما انه لعيب مهم. الكلام كتير كمان على اللاعب محمد شريف لاعب النادي الاهلي المعار لإنبي وسوبر كوره، هنا على حسابهم على فيسبوك قالوا ان الاهلي بيتفق مع محمد شريف على تمديد عقده لمده موسمين اضافيين. طبقا لمعلوماتنا اللاعب لسه فيه اصلا موسمين في عقده، يعني ما فيش اي مشكله
في الجزئيه دي تحديدا. رغبه النادي الاهلي في تمديد العقد من عدمه دي حاجه ترجع للنادي، ما فيش اي اعلان رسمي بخصوص هذا الجانب، لكن في حاله رغبه الاهلي في عوده اللاعب بعد انتهاء عارته مع انبي اللاعب هيكون موجود، ده طبقا لرؤيه مستر ريني فايلر اللي هنعرفها مع انتهاء هذا الموسم باذن الله تعالى. لسه في ايضا كلام اخر عن النادي الاهلي، ويعني حساب بطولات على تويتر قال ان الفيفا يرد على اتحاد الكره بشان هدف وادي دجله، وانتم عارفين اللغط والكلام الكتير اللي طلع بعد الهدف اللي تم الغائه من الحكم جهاد جريشه في مباراه الاهلي وادي دجله، هدف وادي دجله يعني، وقال لك الفيفا يرد على اتحاد الكره بشان هدف وادي دجله، وبيقول ان قرار جهاد جريشه كان سليم بنسبه 100%، والقوانين واضحه يا جماعه بخصوص التسلل يعني. ماشي يعني اخطاء تحكيميه ممكن تكون موجوده، ممكن ما تبقاش موجوده، ممكن تتفق مع حكام في قراراتهم، ممكن ما تتفقش، لكن القانون واضح يعني مش محتاج اي جدال يعني، والناس كلها واخده الموضوع في اتجاه ان ازاي انت الحكم بيجامل الاهلي، الاهلي مش مستني مجامله، الاهلي يا جماعه ان شاء الله حسم بطوله الدوري، مش عايز اقول حسم بنسبه 100% لان لسه قدامنا اربع مباريات نفوز فيهم باذن الله والاهلي يفوز بالبطوله وده اللي احنا متعودين عليه، لكن في نفس الوقت يعني الاهلي لو خسر او جون وادي دجله ده اتحسب مش هيأثر في مسيرة الأهلي في بطولة الدوري، مش هيقرب أي منافس منك يعني، فالناس مضخمة الموضوع لمجرد تشويه الفوز باللقب، اللقب قوسين أو أدنى من يعني من الأهلي حققه يعني، فاهم؟ فالموضوع في الحقيقة ملوش أي لازمة، وكل الخبراء أو معظم الخبراء برضه عشان أوضح معاكم، معظم الخبراء بيقولوا الهدف إلغائه كان سليم 100% من قبل جهاد جريشة، لكن دايماً أنتوا عارفين أي حاجة بتخص النادي الأهلي بيحاولوا يتكلموا فيها كتير، لكن كل الكلام ده اكيد ما بيأثرش على النادي. خلينا نروح لصفحه الاهلي اليوم على فيسبوك، واللي بيتكلموا وبيدعموا علي معلول وبيقولوا ان احنا خلاص بدأنا مرحله الحسم، ويعني بيتكلموا ان عندنا امل كبير جدا ان علي معلول يكون ابرز اللاعبين زي ما احنا متعودين منه على مدار الفترات اللي فاتت ليه مع النادي الاهلي، ان يكون لاعب مؤثر جدا كما هو المعتاد، وان يكون اضافه للفريق بعد انتهاء ايقافه لمباراه واحده بعد حصوله على الانذار الثالث، ويعني بيحاولوا يدعموه ذهنيا ونفسيا عشان يقدر يستعيد مستواه، وانا في الحقيقه مش شايف ان مستوى علي معلول بعد قوي يعني. مش عايزين نحط ضغط بشكل او باخر على اللاعبين. علي معلول كان بيأدي بشكل كويس، ممكن ما يكونش المستوى اللي كان قبل كورونا قوي، يعني ممكن ما يكونش اعلى مستوى بالنسبه له، لكن اكيد عنده الاحسن، لازم يا جماعه نحط في الاعتبار ان كان في فتره توقف كبيره لازم تاثر على اي لعيب في الدنيا، ده طبيعي جدا، مع توالي المباريات طبعا لعيب كبير جدا بحجم علي معلول اكيد هيستعيد مستواه يكون اضافه للفريق. طيب لسه في اخر خبر معانا او اخر رساله معانا من خلال صفحه ماجيكانو على الفيسبوك، وقالوا ايه؟ قالوا سواء البطوله اتاجلت او ما اتاجلتش او ايه اللي حصل، احنا يعني موجودين وبندعم و مش هنختلق اي اعذار والهدفنا البطوله، يعني هم بينادوا بضروره عدم التاثر اطلاقا بالحديث اللي بيطلع خلال الفتره الحاليه بامكانيه تاجيل دور النصف النهائي، واحنا عايزين ناكد على كلامهم في الحقيقه وناكد للاعبي النادي الاهلي وللمسؤولين ولجمهور النادي الاهلي ان الناس في النادي مركزين قوي قوي على البطوله. اتأجلت ما اتأجلتش، دور نصف النهائي اتأجل ما اتأجلش، الأهلي يعني متأهب وجاهز إن شاء الله بإذن الله لهذا التحدي الصعب، وقت ما يكون المباريات موجودة إحنا جاهزين، هنشتغل هنلعب، ما نفكرش أو ما نحطش حساباتنا على يعني أساس لسه مش حقيقي حتى الآن، لغاية دلوقتي المباريات في موعدها، دور نصف النهائي في موعده، ما فيش أي جديد في هذا الشأن، وده طبقا لتأكيدات من بعض المصادر داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم. ايه اللي هيحصل خلال الايام اللي جايه في تكهنات بكده او بكده هنشوف، لكن في كل الاحوال الاهلي جاهز للجدول اللي محطوط له ولمواعيد المباريات اللي تم ارسالها من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم. ده بخصوص ترند الاهلي النهارده، لسه عندنا بعض الترندات اللي هنتكلم فيها، بس هروح لفاصل سريع وبعد فاصل نرجع نكمل، يلا بينا. لسه في بعض الفقرات في حلقة الترند النهاردة، من أهم الفقرات اللي هتكون معانا فقرة ترند أونلاين، وهنتواصل مع الأستاذ صفوت عبد الحليم الناقد الرياضي عبر سكايب عشان نتكلم معاه بخصوص بعض الملفات والأمور الهامة. يا أستاذ صفوت أهلا بيك، منورنا على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بيك أستاذ هشام، وأهلا بجمهور النادي الأهلي العظيم وعلى شاشة قناة الأهلي العظيمة، و يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق لحضرتك ونقدم ان شاء الله حاجه كويسه للجمهور يعني. اهلا بك ومنورنا بكل تاكيد، لكن خليني ابتدي كلامي معاك برايك في مسيره النادي الاهلي المحليه حتى الان مع اقترابه من حسم بطوله الدوري ومن خلال متابعتك لمباريات الفريق. تمام. بالنسبه يعني
بطولة الدوري هي بطولة معروفة ان هي بطولة ملاك للنادي الاهلي. حتى الان الامور ماشية بشكل منتظم جدا، الفريق يعتبر بنسبة كبيرة حاسم البطولة، ويعني كل اللي محتاجه الفترة اللي جاية مجرد توفيق ان هو يعني يخلص يحسم البطولة رسمي. فرق النقط حوالي 17 نقطة مع نادي الزمالك صاحب المركز الثاني. بالنسبة للمنافسة أنا بشوف إن هو الأهلي قدامه 3 أو 4 مباريات ويحسم البطولة رسمي. المنافسة بقية المباريات اللي جاية هتبقى تجهيز لمشوار إفريقيا، دور أبطال إفريقيا إن شاء الله اللي هيكون مع الوداد المغربي في نص النهائي. عندنا بعد كده المباراة بتاعت بكرة بتاعت حرس الحدود، إن شاء الله فرصة كبيرة للفريق إن هو برضو يوسع الفارق تحسبا برضو في انتظار الليلة مباريات الزمالك مع طلائع الجيش وبيراميدز مع الجونه. عندنا برضو بشكل عام الفريق الى حد ما مستواه بيتطور من مباراه لاخرى بمرور الوقت بعد العوده من التوقف بتاع الطويل بتاع كورونا. مستوى الفريق بيتطور، في الانسجام بدا يزيد، الاهلي يرجع اللي هو الاهلي ما كان قبل كورونا ان شاء الله. عندنا برضو تاني بس حابب بس اتكلم في نقطه بس بسيطه ان تفضل. هو فكره ان كان فيه الفترة اللي فاتت حرب ضد النادي الأهلي، ملاحظ حول انت الكلام ده، يعني تشتيت شايف ذهن اللعيبة. الكلام ده واصل لك ان في حمل على النادي الأهلي، وشايف ان ده ممكن يأثر بشكل او بآخر على اللاعبين ولا لا من وجهة نظرك؟ بالتأكيد هو الهدف الفترة الأخيرة من تشتيت ذهن اللعيبة والحرب على الفريق الأهلي، تشتيت ذهن الفريق مش لافريقيا مش للدوري، الهدف كله يعني تشتيت الفريق قبل بطوله افريقيا. تمام. بطوله الدوري زي ما قلنا ان هي بطوله ملاكي للنادي الاهلي تكاد تكون محسومه. الهدف كله ان هو عاوز يخرج اللعيبه بره السيطره، بره نطاق مع التركيز. مع تحفظ على كلمه ملاكي يعني، لكن هي اكيد بيبقى فيها منافسه وكل في كل الاحوال، لكن السنه دي مثلا ممكن الاهلي يكون فارق بشكل كبير، وكل الاحترام والتقدير لكل الانديه في كل الاحوال يعني. اتفضل. بالتاكيد. بس يعني بالنسبه للمستوى الفني وفارق النقاط وعدد البطولات، يعني 41 بطوله وان شاء الله ل 42 اقرب المنافسين لك، يعني تعتبر انت 3 أضعاف هذا الرقم، فبالتالي الارقام هي اللي بتتكلم. احنا مش بنقول، احنا بنتكلم بلغه الارقام يعني. تمام. هنيجي بعد كده، هو الهدف كله ان هو عاوز يخرج الفريق النادي الاهلي بره تركيزه، لان الهدف الاسمى والاكبر لجمهور النادي الاهلي اللي هي دوري ابطال افريقيا، وده هو العين كلها عليها الفتره اللي جايه، ويعني كل الهدف منه ان هو يحاول يخرجك بره تركيزك عشان ياثر على مستواك. شفنا الازمه بتاعت كهربا، ازمه بسيطه عدت في كل هدوء، والنادي الاهلي تعامل معاها بكل احترافيه في الاعلام واعلن عن الموقف. البعض حاول ان هو يستغلها بشكل غريب، شفنا كلام واشاعات واعتقد النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ تحديدا تصدى ورد بكل يعني بكل موضوعيه على الكلام دوت. فيعني وان شاء الله برضو انا بس حابب من هذا المكان اوجه رساله بسيطه لمحمود كهربا. عايز بس اقول له ان انت الفتره اللي جايه دي بتاعتك، انت ركز وخليك في الملعب وبس. فرصتك جايه ان انت تعمل مجد حقيقي لنفسك وللنادي الاهلي. من وجهه نظرك شايف ايه الاضافه؟ ايه الاضافه؟ فكره برضو ان هو يرجع لمنتخب مصر الفتره اللي جايه كمان يعني. اكيد. لان هو محمود كهربا هيرجع بعد مباراه حرس الحدود. تمام. هيبقى بعد كده متاح في مباراتين الاسماعيلي ومباراه الاتحاد السكندري. وبعد كده هو المباراتين دول يعني يكونوا خير تجهيز ليه ان هو يكون موجود مع الفريق ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا. وفي نفس الوقت يعني نقول له يعني طول عمرك يا فولت ان انت يعني الجمهور مستني منك كتير. اكيد. ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله ان هو يركز الفتره اللي جايه بشكل مناسب، ويكون تركيزه جوه الملعب، ويطلع كل يعني اي مشاكل اي شيء يطلعها خالص من تفكيره، ويرجع كهربا اللي هو تربى في النادي الاهلي. هو جايز يعني سلوكه تغير في بعض الاوقات في وجوده مثلا خارج النادي الاهلي، لكن انت حاليا جوه منظومه النادي الاهلي اللي تربى فيها وقضى فيها صغره، فان شاء الله يكون هو الفتره طبعا. انا عايز اسالك يا استاذ صفوت بخصوص ايه الاضافه اللي ممكن يضيفها خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك؟ هو طبعا اكيد هيضيفه سواء كهربا او صالح جمعه او حسين الشحات بعد عودتهم، لكن انت بتشوف مدى اهميه عودتهم للفريق خلال الفتره اللي جايه؟ الفترة اللي جاية عودتهم ان هم يعني الفرص يعني المكان في وسط الملعب منتظر وجود صالح جمعة وحسين الشحات وكهربا. كهربا تحديدا انت وجودك دلوقتي في ظل يعني حتى الان حسين الشحات في مرحلة التجهيز ان هو يرجع بعد العودة من الإصابة، فانت دلوقتي كهربا هو الفرصة اللي موجودة خاصة بعد رحيل رمضان صبحي. فالفرصة جاية لكهربا المباراتين اللي جايين، مباراتين الإسماعيلي والاتحاد،
ان انت طلع كل جهدك، طلع كل طاقتك عشان تثبت وجودك وتثبت احقيتك ان انت موجود في النادي الاهلي، وترد على كل الناس وتخرس كل الالسنه ان انت تقول كهربا موجود في الملعب، كهربا منور في الملعب ومتالق في الملعب، يبقى اسم على مسمى. لان يعني المرحله اللي جايه دي بالنسبه له هي اللي هتقول هو كهربا هدفه ايه من تمام وجوده مع النادي الاهلي. ان شاء هي الله باذن الله. هي تعتبر الفرصه الاسمى ليه ان هو يحقق كل طموحه وتفكيره مع النادي الاهلي، وتبقى صفحه جديده في مسيرته ووجوده في كره القدم يعني. ان شاء الله اتمنى التوفيق لكل الفريق باذن الله خلال الفتره اللي جايه. استاذ صفوت انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ صفوت عبد الحليم طبعا الناقد الرياضي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في بعض الامور اللي بتخص الفريق خلال الفتره اللي جايه، وبنشكره شكرا جزيلا. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات. يلا